السلام عليكم، انا خوذ، مرحبا بكم في فيديو جديد بلان جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم الاجواء اللي كاينين في واحد الموسم هنا في تارودانت. لكن قبل كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم في الفيديو اللي فات اللي ضرب تقريبا 70,000 مشاهده، وهذا الشيء كيفرح بطبيعه الحال. وكيف العاده ابقوا معنا. دابا الخوت غنمشيو نجيبو دورة في هاد الموسم هذا، نشوف واش فيه السلعة اللي فيه وكل شيء. هيا بنا لنقطع الطريق. Discover this place. صراحه الخوت هذا الموسم زوين بزاف، عامر بنادم. هذا الموسم هذا كيدار كل عام ديما في هذه الوقيته هذه، وفيه كلشي صراحه تبارك الله. فيه الحوايج، فيه المواعن، فيه المواد الغذائيه، اي حاجه فيها. حتى فضاء الاطفال راه كاينين هنا، غنمشيو ان شاء الله نشوفهم دروك هانيت.